بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن جريمة التزوير، وكلامنا هيكون عن جريمة التزوير، عن كل ما يخص جريمة التزوير من الألف إلى الياء، يعني من البداية للنهاية. ولذلك مش هيبقى التزوير، يعني مش هينفع نتناول جريمة التزوير في فيديو واحد، لأن جريمة التزوير من جرائم يعني الكلام فيها بيطول، وإنما هنتناول بإذن الله جريمة التزوير في عدة فيديوهات. احنا عايزين نخش مباشرة على أركان جريمة التزوير. جريمة التزوير زي أي جريمة جنائية لها ركن مادي ولها ركن معنوي. الركن المادي بيتكون أولا، يعني أنا عايز أوضح لحضراتكم أنه المشرع المصري لم يضع تعريفا للتزوير، وإنما ترك ده، يعني هو بيقول لنا هنا إن المشرع لم يضع تعريفا للتزوير، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للجدل والخلاف حول التعريف القانوني للتزوير، إلا أنه يجري الفقه والقضاء في مصر على تعريف التزوير بأنه تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المبينة في القانون، تغييرا من شأنه إحداث الضرر. ده مش تعريف المشرع، لأنه مشرع ترك التعريف للفقه وللقضاء، والفقه الجنائي والقضاء الجنائي درجوا على أن يكون هذا هو تعريف التزوير. ولذلك فإن التزوير الركن المادي ليه بيتكون من أربع أفعال. الفعل الأول تغيير الحقيقة، الفعل الثاني أن يكون تغيير الحقيقة في محرر، الفعل الثالث أن يكون تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، الفعل الرابع أن يترتب على تغيير الحقيقة حدوث ضرر في الحال أو ضرر محتمل. يبقى هي دي الأربع أفعال المكونة للركن المادي في جريمة التزوير. احنا ان شاء الله هنتناول كل فعل من هذه الأفعال بما يكفيه من الإيضاح والتفسير. العنصر الأول اللي هو تغيير الحقيقة، هنا بيقول بالنسبة لتغيير الحقيقة، ما هو المقصود بالحقيقة؟ يعني إيه هي الحقيقة التي إذا حدث تغيير لها أصبح لدينا أحد الأفعال المكونة للركن المادي لجريمة التزوير؟ فبيقول هنا المقصود بالحقيقة هو حقيقة ما أثبته
صاحب الشأن في المحرر، أو ما أراد إثباته في المحرر ولو لم يكن تغييرا صادما صاد ولو لم يكن تغييرا صادقا تعبيرا صادقا عن الواقع. معلش عشان الخط مش واضح أقرأها تاني. فالمقصود بالحقيقة، المقصود بالحقيقة هي الحقيقة اللي هي اللي تعتبر إحدى مكونات الفعل. فالمقصود بالحقيقة إذن هو حقيقة ما أثبته صاحب الشأن في المحرر أو ما أراد إثباته في المحرر ولو لم يكن تغيير تعبيرا أو تغييرا صادقا عن الواقع. يبقى معلش مرة ثانية هنقولها، الركن المادي لجريمة التزوير بيتكون من تغيير الحقيقة، وأن يكون تغيير الحقيقة في محرر، وأن يكون بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، وأن يكون تغيير الحقيقة ترتب عليه حدوث ضرر في الحال أو ضرر محتمل في الاستقبال. بدي الأربع أفعال أو الأربع مكونات دول هم دول يمثلوا الركن المادي لجريمة التزوير. والمقصود لما نتناول كل فعل من الأفعال الأربعة دول، ناخد مثلا تغيير الحقيقة نبدأ به، هنلاقي المقصود بتغيير الحقيقة. فالمقصود بالحقيقة إذن هو حقيقة ما أثبته صاحب الشأن في المحرر أو ما أراد إثباته في المحرر. يبقى هذه هي الحقيقة. يعني صاحب الشأن مثلا واحد، يعني لأنه هنشوف بعدين التزوير، في تزوير معنوي وتزوير مادي، ويعني في أنواع كثيرة من التزوير. فمثلا واحد رايح هيكتب ورقة مستند، يعني أيا ما كان هذا المستند وأيا ما كانت الجهة التي سيكتب فيها هذا المستند، فالمفروض ما هو عايز يكتب المستند على نحو ما، يعني مثلا يعني رايح الشهر العقاري عشان يعمل توكيل خاص وهو لا يجيد القراءة ولا الكتاب. فده مثلا يعني على سبيل المثال، هو طبعا لا يمكن يحصل بس هو على سبيل المثال. فالموثق بدل ما عمل له توكيل خاص عمل له توكيل عام شامل. يبقى الراجل كان عايز يعمل توكيل خاص، والموثق استغل انه هو لا يقرأ ولا يكتب وخلاه يعمل تقرير عام شامل وبصمه على كده. يبقى ده تزوير، وتزوير في مستند رسمي، وممكن التزوير كمان في مستند عرفي. يعني أن يكون تغيير الحقيقة في مستند عرفي. مستند عرفي زي إيه؟ زي مثلا واحد برضو ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب، عايز يبيع حتة أرض مساحتها جرات مثلا يعني. فاللي بيكتب تواطأ مع المشتري، فراح كتب ان مساحة الارض المباعة قراطين. يبقى هنا هو الراجل البائع عايز يبيع جرات واحد بس، وهو ده نيته وارادته متجهة الى كده. فهو ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب،
راح لواحد قال له طب اكتب لنا لو سمحت العقد. كتبوا، الشخص ده متواطئ مع المشتري، فبدل ما يكتب قراط كتب قيراطين، وبصموا على الكلام ده. يبقى ده تغيير في الحقيقة، سواء كان في محرر، المحرر يعني مستند، سواء كان في محرر عرفي أو محرر رسمي. يبقى كده احنا عرفنا اول فعل من افعال التي يحدث بها او التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة التزوير. هو هنا بيتحدث عن الصورية، على أساس الصورية زي ما حضراتكم عارفين، الصورية برضو ممكن تكون صورية مطلقة وممكن تكون صورية نسبية يعني. فهو يعني بيوضح لنا هنا موقف مشروع، مدى مشروعية تغيير الحقيقة في الصورية. فبيقول إيه؟ المقرر قانوناً أن الصورية هي تغيير للحقيقة، ولكن وده اللي بيفرق الصورية عن التزوير، ولكن باتفاق المتعاقدين للإيهام بوجود عقد لا وجود له، اللي هي دي الصورية المطلقة. يعني واحد مثلا يبيع أرضه لشخص آخر على أساس يعني للإيهام بوجود عقد لا وجود له. واحد مثلا عايز يتهرب من أي مستحقات، من أي حاجة، قام باع الأرض أو الممتلكات بتاعته لشخص بموجب عقد بيع، وأخد عليه ورقة اللي بنسميها ورقة الضد يعني، تمام، بحيث إنه يجي الدائنين ليه، إحنا دائنين ليك، فين فلوسنا؟ معيش فلوسنا نقدية. طب أنت معاك أرض، إحنا هنحجز على الأرض. لا، الأرض أنا بعتها. فيبقى كده إيه، دي صورية مطلقة، لأنه هنا إيهام بوجود عقد بيع، ولكن الحقيقة إنه ما فيش عقد، هو ما باعش، وبالتالي دي صورية مطلقة. والصورية المطلقة تتحد مع تغيير الحقيقة في جريمة التزوير، في من حيث إن كلاهما تغيير للحقيقة، ولكن تغيير الحقيقة في جريمة التزوير بيكون على غير إرادة المجني عليه، أما تغيير الحقيقة في الصورية فبيجري بإرادة الطرفين، يعني ما فيش مجني عليه، الاتنين متفقين على تغيير الحقيقة، سواء كانت صورية مطلقة زي ما قلنا عليها دلوقتي، وسواء كانت صورية نسبية زي مثلا بيقول أو لإخفاء طبيعة العقد المتفق عليه أو بعض الشروط المنصوص عليها في هذا العقد، وهذه هي الصورية النسبية. فبالتالي الصورية المطلقة والصورية النسبية كلاهما تغيير للحقيقة، ولكن لا تنعقد بهما أو لا تنشأ منهما جريمة التزوير، لأن تغيير الحقيقة، وإن كان هناك تغيير للحقيقة في الصورية المطلقة وتغيير للحقيقة في الصورية الجزئية، إلا أن هذا التغيير لم يتم يعني دون إرادة أو دون علم المجني عليه، وإنما تم بإرادة الطرفين.
فإحنا هنا بنفرق ما بين تغيير الحقيقة في جريمة التزوير وتغيير الحقيقة في الصورية المطلقة أو الصورية النسبية. طيب هنتكلم هنا، يبقى احنا كده اتكلمنا على المقصود، يعني المقصود بتغيير الحقيقة كعنصر أول من 4 عناصر مكونين للفعل أو للركن المادي لجريمة التزوير. احنا قلنا الـ4 عناصر هما ايه؟ تغيير الحقيقة، أن يكون تغيير الحقيقة في محرر، يعني لازم يكون في محرر في مستند، ما ينفعش تبقى في جريمة تزوير من غير مستند، وأن يكون تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون حصرا. العنصر الرابع اللي بيكون جريمة التزوير حدوث ضرر حال أو محتمل. فإحنا كده اتكلمنا عن العنصر الأول وهو تغيير الحقيقة، ووضحنا العنصر إذا كان في تزوير سواء في مستند رسمي أو مستند عرفي، وضربنا مثل بالمستند الرسمي اللي هو إيه؟ التوكيل، وضربنا مثل بالمستند العرفي اللي هو عقد البيع الابتدائي، ووضحنا إنه في حالة اللي هي الصورية المطلقة أو الصورية النسبية بتتشابه مع تغيير الحقيقة في التزوير، ولكن الفرق بينهم إن الصورية المطلقة أو الصورية النسبية بتتم برضاء الطرفين، على عكس يعني كلاهما تغيير الحقيقة، لكن تغيير الحقيقة في التزوير تغيير للحقيقة دون علم ودون إرادة المجني عليه. طب العنصر الثاني في أو المكون للركن المادي لجريمة التزوير اللي هو إيه؟ اللي هو محرر. محرر، فهنا نقرأ مع بعض وبعد كده هبسط المعلومة. بيقول لك العنصر الثاني من عناصر الركن المادي لجريمة التزوير هو حدوث التغيير في محرر، ويقتضي الكلام عن هذا العنصر أن نعرض للنقاط 7 الآتية لزوم المحرر، وهم تعريف المحرر والشكل الكتابي للمحرر ونسبة المحرر إلى من صدر منه ومضمون المحرر وماهية المحرر وماهية مضمون المحرر ومادة المحرر التي لا تدخل في يعني مادة المحرر دي عنيه، بس هي ما تدخلش من في الأفعال أو في مكونات المحرر، مش مكونات الركن المادي. احنا قلنا مكونات الركن المادي لجريمة التزوير ذكرناهم أكتر من مرة إن هم 4 عناصر، اتكلمنا على أول عنصر اللي هو تغيير الحقيقة، دلوقتي هنتكلم عن العنصر الثاني وهو أن يكون تغيير الحقيقة في محرر. وطالما هنتحدث عن محرر يبقى لازم نتحدث عن 7 نقاط. 7 نقاط. النقطة الأولى في المحرر هو لزوم المحرر. طب يعني إيه لزوم المحرر؟ بيقول لك المقرر قانونا أنه لا يكفي لقيام جريمة التزوير حدوث تغيير للحقيقة. حدوث تغيير، يعني العنصر الأول اللي احنا اتكلمنا عليه غير كافي، ولكن يلزم لقيام جريمة التزوير أن يكون هذا التغيير واقعا في محرر. ما هو طبيعي، يعني المسألة هنا مسألة بديهية، يعني
هل هيبقى فيه تزوير شفوي؟ يعني حد فينا سمع عن في حاجة اسمها جريمة تزوير شفوي؟ لا طبعا، التزوير لا يقع إلا في محرر، سواء كان عرفيا أو رسميا. ويشترط حدوث التغيير في بيانات المحرر ذاته، في بياناته ذاته، فلا يغني عن ذلك حدوث التغيير في أجزاء تتصل بالمحرر بما لا يعتبر جزء من بيانات المحرر. إذن إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده إن القانون بيفرق بين البيانات، بيانات المحرر، البيانات المحرر نفسها. يعني مثلا لو هنقول عقد بيع، البيانات هتبقى اسم البائع، اسم المشتري، المكان، محل البيع، الثمن، بيانات محل البيع إذا كان قطعة أرض، حدودها، الحوض، القطعة، الزمام، كل الكلام ده ده بيانات جوهرية. لكن في أمور إذا حصل فيها تغيير لا يعتبر ده عبث في المحرر. وهنا وضحها لنا، بيقول ويشترط حدوث التغيير في بيانات المحرر ذاته، بيانات المحرر ذاته، فلا يغني عن ذلك حدوث التغيير في أجزاء تتصل به، تتصل بالمحرر، مما لا يعتبر من بيانات المحرر. وهنا بيدينا مثل للموضوع ده، اللي هي ايه الامور التي لا تعتبر جزء من بيانات المحرر، وبالتالي اذا حصل تغيير للحقيقة فيها ما يعتبرش ده تزوير، ولا يعتبر حدوث للعنصر الثاني اللي هو التغيير في محرر، العنصر الثاني من الركن المادي في جريمة التزوير. بيدينا مثل، بيقول لنا إيه، زي العلامات والترقيم. العلامات اللي هي زي إيه مثلا؟ يعني الفصلة، يعني الفصلة اللي بتبقى بين فقرة وأخرى. الترقيم، ترقيم الورقة، 1 2 3، فيجي مثلا عقد مكون من 3 ورقات أو 4 ورقات، يتكتب 1 ويتنس 2، يتكتب 3 و4 مثلا. يعني طب فين 2؟ ما فيش 2، فدي ما تعتبرش من اللي هي إيه، جرائم التزوير أو التغيير، التغيير في حقيقة المحرر. لأن التغيير هنا في المحرر هو في البيانات الجوهرية اللي أنا ذكرتها منذ قليل. هنا برضو بيقدم لنا تعريف للمحرر. إيه هو المحرر؟ اللي هو إذا حصل تغيير في الحقيقة، تغيير للحقيقة في هذا المحرر، يبقى إحنا أمام حدوث للعنصر الثاني من العناصر الأربعة المكونة للركن المادي لجريمة التزوير. إيه هو المحرر؟ المحررات كثيرة خالص يعني. فهنا بيقول لك إيه، لم يعرف قانون العقوبات المحرر جريا على نهج التشريعات عموما، والتي تترك التعريفات للفقه والقضاء، للفقه والقضاء. طيب الفقه والقضاء بينونا ايه بقى، ايه هو المحرر؟ يعني هو دايما يعني الفقه والقضاء يعني احيانا بيتفقوا احيانا بيختلفوا، لكن في التزوير ده يعني الفقه والقضاء غالبا هنلاقيهم متفقين يعني. فهو هنا بيقول لك، ويذهب بعض الفقهاء إلى تعريف المحرر بأنه كل مكتوب ينتقل به الفكر من شخص إلى آخر.
يعني ايه، يعني ايه الكلام ده؟ ايه كل مكتوب ينتقل به الفكر من شخص الى اخر؟ يعني في فكرة عايزين نوصلها من شخص الى اخر. زي ايه؟ زي مثلا اني حصل بيع، دي فكرة بيع، واحد باع قطعة أرض، قطعة الأرض الفلانية اللي بيملكها لفلان، سين باع إلى صاد، يبقى كده إحنا بنتكلم عن فكرة، فالفكرة دي إحنا عايزين نوصلها. فده كان تعريف الفقه للمحرر اللي يكون محلا لجريمة التزوير، ويعتبر العنصر الثاني من عناصر الركن المادي المكون لجريمة التزوير. فإذا كان ده تعريف الفقه، طب ما هو تعريف القضاء للمحرر؟ قال لك: ويذهب القضاء إلى تعريف المحرر محل جريمة التزوير بأنه المحرر الذي يتمتع بقوة الإثبات ويرتب عليه القانون أثرا، فإن لم يكن التغيير قد جرى في محرر فإن جريمة التزوير تكون منتفية لانعدام المحل. نفس التعريف بتاع الفقه. يعني هنا لما نتأمل تعريف القضاء يقول لك ويذهب القضاء إلى تعريف المحرر محل جريمة التزوير بأنه المحرر الذي يتمتع بقوة في الإثبات. طب ما برضو احنا ضربنا مثل العقد البيع بالنسبة لرأي الفقهاء، طيب ما برضو عقد البيع يتمتع بقوة في الإثبات، وإذا كان عقد بيع عرفي يتمتع بقوة في الإثبات ما بين أطراف، وإذا كان عقد بيع رسمي ومسجل في الشهر العقاري يتمتع بالحجية بين أطرافه وبين الغير، يعني أمام أطرافه وأمام الغير. وأضاف القضاء: ويرتب عليه القانون أثر، برضو مع عقد البيع بيرتب في أثر عليه. يبقى هنا يكاد يكون الفقه والقضاء اتفقا معا على تعريف المحرر. ولكن هنا في جزء أنا عايز أضيفه وأختتم به هذا الفيديو، بيقول لك: وإذا كانت قواعد التفسير النصوص القانون في هذا النطاق تؤدي إلى أن المحرر هو كل مسطور ينتقل به فكر أو معنى معين أو محدد من شخص إلى آخر عند مطالعته أو النظر إليه، أيا كانت مادته أو نوعه أو اللغة أو العلامات التي كتب بها، فإنه يخرج عن معنى المحرر في صحيح القانون. كل ما لا يعد بحسب طبيعته محررا كما العدادات واللوحات والصور، إذن هي بحسب طبيعتها الغالية تبقى كذلك، فلا يخرجها عن طبيعتها تلك أن تتضمن بعض أجزائها كتابات أو علامات أو أرقاما أيا كانت نوعها. الحقيقة هو يعني بيتزيد هنا في تعريف المحرر، يعني بيقول لك ايه، افترض في لوحة فنية مثلا، واللوحة الفنية دي مثلا عليها توقيع الفنان اللي رسمها، وعليها توقيع، وعليها مثلا المكان اللي رسمت فيه والظروف وتاريخها والكلام ده، يعني في شوية كلمات مكتوبة. ده ما يجعلش من هذه اللوحة محرر، ولكنها تبقى كما هي لوحة فنية، والكتابة اللي موجودة عليها ما تحولهاش
من لوحة فنية إلى محرر، وإنما تظل كما هي لوحة فنية، وده شيء بديهي يعني. أنا يعني مش ما كنتش عايز أسرده لحضراتكم لأنه من البديهيات، ولكن طبعا الأمانة تقتضي إني أنا أسرده لحضراتكم. إلى هنا إن شاء الله نختتم هذا الفيديو على خير، وإن شاء الله في الفيديو القادم نستكمل باقي الحديث عن عناصر الركن المادي، وعن جميع ما للتزوير، وعن جميع ما يخص التزوير. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.